وادي مخالفة المشي بالكرة على سفيان كردو، معظمهم كانوا في جمعية سلا المغربي اللي كان مشارك في البطولة الأفريقية اللي أقيمت بسلطة. النادي الأهلي ست لاعبين من جمعية سلا. نهائي مبكر للبطولة العربية الرقم 23. رامي ابراهيم تحت السلة لعمر، يا سلام على السيستة، السيستة عالي الجودة. وبينجح في إحراز الرمية الحرة الثانية. سفيان كردو رقم 6 من المنتخب المغربي. يوسف شوشة، معتز عكاشة. دفاع مان تو مان. رجل لرجل بيلعبوا الفريق المغربي أيضا. أدي عملية ستار استلم. يا سلام يا عمر. تحت السلة. نفس التمريرة من رامي براس. هراس كده. مصطفى خلفي. رقم 13 عادل المقصود. هراس تحت السلة، يا سلام على اسيست، اسيست عالي الجودة خلف الدفاعات المصرية في غفلة دفاعية كده، بيستلم عبد الرحيم نجاح ويسجل نقطتين والتعادل 7-7. رامي ابراهيم ثلاثية ما بتجيش، والمتابعة الهجومية مصرية لكن تطلع اوتسايد. سفيان من خارج القوس، سفيان بينجح في غيبوبه دفاعيه مصريه بيسجل. اعتمد اللعيب اللي بيتولى رقابته طويل وخارج القوس ما بيصوبش، صوب ثلاثيه وسجلها والتقدم للمغرب 11-10. اول مره ثانيه، يا سلام من اعلى نقطه، عمل متابعه لكن حطها. ادي العاب الستار للتغلب على دفاع رجل رجل المان تو مان. كريم دهشان بيستلم عمرو الجندي، راح له مصطفى مكاوي، تغيير اتجاهات وادي الاختراق مكاوي خارج القوس. يا سلام على المتابعه الهجوميه لحمد فتحي تحت السله. شوف من المغرب مكان عادل المقصود، معتز منتخب المصري. مؤمن، مؤمن سعيد مبارك، كريم دهشان، عمرو الجندي. عمرو تغيير اتجاهات وارتكاز، يا سلام يا عمرو على طريقه لعيب الارتكاز كده بعد ما عمل ارتكاز خلفي. مؤمن مبارك 15-18 لصالح المنتخب المصري. كريم دهشان دقيقة وربع عن نهاية أحداث الفترة الأولى. كريم مصطفى مكاوي فضل الاختراق، ارتكاز خلفي عدى لوحده خالص تماما، المفروض يسجلها لكن المتابعة الهجومية على الواقف كده بيعملها حمد. ومرة تانية هجمة بسبع ترواح لمصطفى مكاوي. مصباح نقطتين، عندهم سرعة فائقة الحقيقة زكريا المصباحي و بيري ياسين رقم 14. مؤمن ايضا عقاب فوري للترن اوفر اللي ارتكب مؤمن سعيد مبارك بنقطتين. تغيير اتجاهات كيك اوت، كريم دهشان تحت السله، اسيست عالي الجوده لمصطفى مكاوي، خد المدافع سفيان كردو في ظهره وسال الرميه الحره الثانيه. واضح من الوجه كده انه فعلا مغربي جون ويلكس. مؤمن كريم، كريم دهشان، كريم دهشان واحد من نجوم النادي الاهلي اللي تألقوا في البطوله الافريقيه. مصطفى مكاوي، يا سلام على الخطافيه بالايد البعيده، ايد الشمال مصطفى مكاوي. شوه
ثنائية بينجح في ثلاثية عفوا. رقم 12 جون ويلكس بينجح في إحراز ثلاثية من خارج القوس بيفاجئنا بيها. مؤمن، مؤمن أبو العنين عدى قبل مخالفة الثمان ثواني لعمرو الجندي. تراب أو المصيدة دفاع مزدوج عليه لكن اتصرف بحكمة إنه لسه 9 ثواني على زمن الهجمة. مصطفى خلفي عدى، يا سلام على الاسيست، سفيان بيعمل خطافية بعيد عن ايد حمد بيسجل نقطتين يزيد من معاناة المنتخب المصري. 13 المغرب 10. المنتخب المصري رامي ابراهيم من خارج القوس بيرد بثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه مغربيه. مصطفى خلفي، عبد الرحيم نجاح تحت السله بيحاول يمررها بسرعه لكن اراها كويس رامي ابراهيم. ادي يوسف شوشه، ادي الاختراق، عدى عنده كنترول كويس على كورته لكن وقف بيها. سيت بلاي والهجوم الموقعي. معتز عكاشه، اختراق من معتز بيعليها كده وبينجح في تسجيل عكاشه. هو كمان عنده رصيد جاري في السله المغربيه معتز عكاشه. وادي التبديلات اللي بيجريها على طول خوان انطونيو الخبير الاسباني المدير الفني للمنتخب المصري. معتز عكاشه مصطفى مكاوي اول ظهور ليه. كريم دهشان نفس الحكايه اول ظهور، وقف وصاب تصويبه ثنائيه هوائيه ما بتلمسش حاجه خالص اير بول لكن تطلع اوت سايد من حسن حظه تيجي في قدم. تنفيذي عوض سامي مدير العلاقات العامه بالاتحاد العربي. رميه حره اضافيه للشوه ضيعها، المتابعه الدفاعيه عمل حاجز وبوكس جاي اوت كويس رامي ومعتز وعمر طارق. معتز عكاشة، عمر طارق، يوسف شوشة، يا سلام على السيست عالي الجودة تحت السلة لكن ضيعها عمر، حظك وحش هارد لك. عمر تشوه من المنتخب المغربي. مؤمن، مؤمن، مؤمن مبارك السلعاوي. مؤمن عدى تحت السلة لكن هي تمريرة بين البنين لكن من حسن حظه تروح لمشعل. وادي الاختراق تحت السلة، يا سلام على التمريرة، اسيست عالي الجودة من عبد المقصود عادل المقصود. وادي الاختراق من عادل والمتابعة الدفاعية مصرية عن طريق رامي ابراهيم. معتز عكاشة وقف وصوب ثلاثية، عكاشة بينجح في تسجيلها. ايه الثقة دي؟ ما شاء الله. ضيع الرمية الحرة يعني حسدناه. الثانية 10-8 لصالح المنتخب المصري. معتز عكاشة من نفس المكان ما بتجيش المرة دي. المتابعة الدفاعية عبد الرحيم نجاح المصري. وادي التصويبة الثلاثية ما بتجيش، المتابعة من أعلى نقطة من الدور العاشر على الواقف كده حمد بيعملها ما شاء الله وعملها بايد واحده يعني. وادي الاختراق مصطفى مكاوي، يا سلام يا مصطفى مع صفيره نهايه احداث الفتره الاولى بينجح تحت السله كيك اوت لكن ما لحقش. عمر طارق يعمل له بلوك. معتز عكاشه، رامي ابراهيم، معتز عكاشه من خارج القوس عكاشه والمتابعه الهجوميه. عمر طارق تحت السله، يا سلام يا عمر بيسجل نقطتين. عمر سلل لعبد الرحيم نجاح بيعمل لها متابعه هجوميه للمره الثانيه. هو بيطالب باحتساب نقطتين لكن يعني ممكن يكون لحق من خارج القوس. رامي ابراهيم في غفله دفاعيه بدون نقط. عادل المقصود اللي ارتكب خطا شخصي. مصطفى خلفي رقم 5، ادي وائل شوشه رقم 20، معتز عكاشه. معتز اوتسايد على معتز لكن اتصرف بحكمه انه خبطها في اللاعب المدافع.
تطلع اوت سايد لصالحه، لكن متبقي 7 ثواني على زمن الهجمه. عمرو الجندي وادي الاختراق تحت السله للسلاوي. يا سلام يا سلاوي. لاعب المغرب تطلع اوت سايد. هذا الحكم بيظهر في الكادر بيقول لهم مش عايز اي تعليقات، والجهاز الفني للمنتخب المغربي. عمرو الجندي اول ظهور ليه، ده اول ثنائيه لعمرو الجندي بينجح.